وفي القارة الإفريقية أيدت المحكمة العليا في كينيا فوز الرئيس أوهورو كينياتا في إعادة انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. وقال كبير القضاة ديفيد ماراغا إن المحكمة رفضت طعنين على الاقتراع في قرار اتخذه 6 قضاة بالإجماع، ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام أداء كينياتا اليمين في يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري.